نعرفوا بانه هذا مع الاسف هذا الفيروس ديال الكورونا فكان هو حدث عالمي. كل تعرف انه بدا في الصين ومن بعد انتشر عبر العالم وحدث مشاكل كل العالم، مشاكل صحية، مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية. إذن فكمواطن حسينا به في الوسط ديالنا العائلي على الحجر الصحي، ولكني كطبيب حسينا به كذلك، باسكو اولا كعضو ديال اللجنه ديال التلقيح خصنا نعرفوا بانه فاش يكون واحد الفيروس جديد وما تيكونوش المعطيات بزاف يجب اخذ الحاجه اللي معقوله واللي خصها تكون مبنيه على اسس. وهنا خصنا ولا بد وانا تنقولها بكل تجرد وبكل افتخار كذلك اننا ما يمكن لنا الا نفتخروا بلادنا المملكه المغربيه من طنجه للقويره تحت القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله نصره الله وايده، وانه التدبير كان تدبير لمحكم بفضل تعليمات الساميه ديال صاحب الجلاله. حنا نعرفوا بانه في الاول كانوا يلاه تنعرفوا الفيروس، اذا فاش تيمرض الواحد كان بعض العلاجات